ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. لازم حضراتكم تعرفوا ايه الكواليس اللي بتحصل في البرنامج بتاعنا في الاستوديو. طبعا انا طلعت وانا طالع الفاصل بقول البطيخه دي حمراء ولا مش حمراء، اتضح ان احنا معانا هنا خبراء في اكتشاف البطيخ احمر ولا مش احمر. يعني بتوع الفكهانيه او بتوع الخضار لو اكتشفوهم يعرضوا عليهم راتب قد كده. كل واحد قال نصيحته، شيف المغازل خبط عليها كده، لا الباقي ايه فيها رنه كده زي الطبلة حلوة، فإن شاء الله هي حلوة بإذن الله تعالى، ويخلينا نتفائل إن هي حلوة. خلينا نبدأ بقى الحلقة كده ونطحن مع بعض. إحنا نقصر حاجة نطحن مع بعض حتى الواحد نفسه تتفتح للشغل. إيه رأيكم نجهز الطبق كده؟ حتة جبنة قديمة، حاضر يا شفيق. فطار بقى والدنيا، وخارجين من رمضان، كل سنة طيب. وعيد بقى، عندناها فسيخ ورنجة وسمك. فالنهاردة حتة بطيخة وحتة جبنة قديمة وشوية فطير مشلتت، يا سلام من اللي قلبك يحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده الله. افتح يا سمسم. ايه الحلاوة ده؟ الحمار طالع منها يكب على الكاونتر. ايه الحلاوة دي؟ ادوق على هوا مسموح لي ولا ايه يا شفيق؟ مسموح لي؟ خلينا بعد ما نخلص. حلوة اوي ادي البطيخة بتاعتنا حلوة. بسم الله ما شاء الله. مرزة يا شيف. طبعا حضراتكم شطار في تقطيع البطيخ، انا عارف. في طريقة كده حلوة مبتكرة أعلمك يعني إيه. في نفس ما تجيبش طبق بطيخ، هي نفس شريحة البطيخ دي تقدمها كده تبقى لطيفة وحلوة. شيل المنديل ده من هنا، حاجة كده سريعة يعني، بما في إيدينا البطيخ أهو. أنا بقى كان زمان أبويا لما يجيب البطيخة دي رحمة الله عليه تتقطع بالقشرة بتاعتها، والواحد يتن يسحب منها لغايه لما يوصل لخضار القشره. شايف البطيخه الحلوه دي؟ ايه رايك بالله عليك؟ شفت الرسمه الحلوه دي؟ صورني معاها. حمار حمار وجمال وطعم وكل حاجه. ممكن تقدمي معاها عود نعناع اخضر تبقى لطيفه وحلوه، وعلى فكره ده مش محتاج انك تقدمها في طبق، تقدم كده على السفره تبقى لطيفه وحلوه. فين نقطعها بالقشر بتاعها؟ بس انا حبيت يعني انوع على حاجه كده. احنا بنستقبل الصيف بالبطيخ. انا هعمله النهارده سموزي. سموزي ممكن تحط شوية سكر، ممكن تحط من غير سكر لو البطيخة معسلة مفيش مشكلة، ورقتين نعناع أخضر يبقوا زي الفل. هنحطها هنا في الطبق ده كده ونخش في الشغل بتاعنا. البطيخ بقى ده فيه شغل جامد قوي النهاردة. أنا بضيع وقت شوية في إيه بقى؟ إن أنا عايز أشوف الكيكة هتطلع من الفرن، وأخلي حضرتك تبص عليها كده علشان في فراغ في قلب القالب، فهقدم فيه بطيخ من جوه مع عصير برتقال. مقادير إيه يا ست الكل؟ مقادير السموز. طيب السموز البطيخ معانا تلج، ومعانا بطيخ ونعناع. وللامانه هي مش مكتوبه يا استاذ رحمه عندي، كان مع مش موجود، موجود سكر. انا هحط عليها شويه عصير برتقال مع البطيخ. نجرب؟ نجرب. يعني نستبدل السكر بعصير برتقال. في حموضه بقى مع طعم البرتقال حكايه مع طعم البطيخ. ادي التلج اول حاجه هننزل بيه. الله. ولازم يكون عندك خلاط جاي كده ومصمم لكده. اهو حاضر. اهو اهو. وبعدين العصير الاحمر الجميل ده قلب الصغير لا يتحمل، لازم الواحد يعمله في ايام الحر. ده ما ينفعش كنت اعمله في رمضان، دنيا صيام. دلوقتي الواحد بيعمله عارف ان بعد ما يخلص الحلقه ياخد الشوب بتاعه على طول بالتلج. ده نعناع اخضر. اهو شايفين الحلاوة دي؟ زي الفل. ننزل شوية البطيخ الحلوين دول. الله. ومسكرة. حلو. شوفوا بقى التركية وحقوق الطبع لدينا وبس. برتقان فيتامين سي. ده البرتقان نازل مبسوط. لا في هنا حاجة، حالة بتحصل، في حالة بتحصل. حلو الكلام؟ وفي قلب الخلاط. We'll be right back.
حلو، شكرا يا صديقي. اقول له يا صديقي طبعا اي معده معاكي في المطبخ، خلاط، مضرب، شوكه، هي صديقتك في المطبخ، لان هي اللي بتساعدك وهي اللي بتلجزك وهي اللي بتديك فرصه انك تعملي ابداع في المطبخ. خلي بالك خلاط بيكسر التلج، هتعملي سموزي كل يوم، سموزي بطيخ، سموزي اناناس، سموزي جوافه، سموزي فراوله، ويا سلام على السموزي البطيخ مع البرتقان وحقوق الطبع لدينا، وبس مع ورقتين نعناع اخضر، ومش هحط سكر، هكتفي بحلاوه وشربات وسكر البطيخ من خير ارضنا. اللهم صل على النبي. دول بتوعنا. بس الحلقه تخلص. زي الفل كده، خلصنا من الايه السموزي.